السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلموا على محطة تاع توليد الكهرباء التي تمت إنجازها في كاب جنات بولاية بومرداس. وهذه المحطة تم إنشاؤها من طرف شركة كورية، شركة بايو كورية، وكذلك بمناولة بعض الشركات الجزائرية مثل شركة كهراكيب وإنرغا، بعض الشركات اللي متخصصة في أشياء متاع الهندسة المدنية فيما يخص هذه المنشآت الكبيرة التي تعتبر مشروع يعني مهيكل بالنسبة للمنطقة متاع كاب جنات. وهذا المشروع، هذا الطاقة الإنتاجية نتاعو هي حوالي 1200 ميجاوات سنويا، وتتكون من 3 توربينات كبار، نشاهدهم في الصورة، 3 توربينات، كل توربين تولد حوالي 400 ميجاوات، تشتغل بسيستم كما ما يسمى بالكومبينيت سايكل، معناتها تستعمل الطاقة تاع الغاز لتوليد الكهرباء، وعندها لو سيستم دو ريفرواديسمون تاعها تاع التوربينات يستعمل الماء بواسطة الماء المنتج من طرف محطة لتصفية مياه البحر المتواجدة بالقرب من محطة توليد الكهرباء، وهي توفر الماء هذا للمصنع، للمحطة هذه لتوليد الكهرباء. إذن المحطة هذه تم تدشينها لمدة عام ونص، وراهي شغالة، وتعتبر من أكبر المحطات لإنتاج الكهرباء في الجزائر وفي إفريقيا، بحيث أنها كاين محطة أخرى راهي قيد الإنشاء في مستغانم اللي تنتج بسعة إنتاجية 1400 ميجاوات، وهذه راهي في 1200 ميجاوات، يعني طاقة لا بأس بها. وهذا المصنع هذا يتم يعني مع يعني في نفس الوقت يتم بناء إنشاء خط أنبوب الغاز اللي يمد الطاقة، يمد المحطة هذه بالغاز، يمول المحطة هذه بالغاز، وكذلك فيه إنشاء شبكة في نفس الوقت، يتم إنشاء شبكة تاع توصيل الكهرباء ذات الضغط العالي لتوزيع الكهرباء عبر ولايات بومرداس وتيزي وزو والجزائر العاصمة. إذن المشروع هذا يعتبر كبير، وللعلم فإن الجزائر تحتوي على عندها 14 محطة من هذا النوع، يعني السيكل كومبيني هذه، وكلها اغلبها جايه على طرف البحر لانها تستعمل مياه البحر اللي التبريد. وكان بعض المحطات في الولايات الداخليه لكن بمواصفات تقنيه مختلفه. والان نترككم مع بقيه الصور، والسلام عليكم.